السلام عليكم اصدقائي، حسب طلب احد المتابعين اكثر مره كرره قلت ايش وقت تنزل العاب البلاي 3؟ ايش وقت تنزل العاب بلاي 3؟ نزولا رغبتك نزلنا لك العاب بلاي 3 الاقراص. اول شيء لعبه دريم وور سوبر كارت، هاي لعبه مستنسخه، كانت عامل مستنسخه، هاي لعبه 1000 دينار غرس واحد. لعبه ماينكرافت ما بلايستيشن 3، اللعبه لوك ان فيموس 2 فيرست بلود، اللعبه لوك بنتين اومني فيرس، اللعبة لوغ ريزنت ايفل هاي زيرو اتش دي ريماستر مال الحداث بالقطار تطلع، كونغ فو باندا 2. يكون عارف هسه يجي العاب 2000 يصير قرصين يعني من صفحتين، متل جير سولد 5 ذا جروب زيرو. الصفحه الثانيه لعبه ان رير تورمنت، طبعا هذه اللعبات لازم تخزنون هي تقدر تلعبون يعني اللعبه. ليفل التين لوغ دارك سيكتور، الصفحة الثانية لعبة افاتار ذا جيم، اللعبة اللوخ ريزنت ايفول كود فيرونيكا، الصفحة الثانية ريزنت ايفول زيرو اتش دي ريماستر، هاي قبل شوي قلنا لكم عليها مال القطار. اللعبة اللوخ جوجو، اللعبة الصفحة الثانية ايضا جوجو بس واحدة مال النزالات واحدة مال المغامرات، مغامرات جوجو العجيبة. اللعبة اللوخ باوند باي فليم، الصفحة الثانية مالتها ترانسفورميشن ذا جيم، ها متحولون. اللعبة اللوغ سبونج بوب سكوير بانس ريبوكت ليرفينج اسمها، الصفحة الثانية لعبة سلاحف النينجا. اللعبة اللوغ باي داي 2 موجودة عندي حتى على الفورة، اللعبة اللعبة الصفحة الثانية بان كيلر هيل ديمنشن. اللعبة اللوغ لعبة رعب ساو 2، الصفحة الثانية سايلنت هيل داون بور ايضا لعبة رعب. اللعبة اللوك نيد فور سبيد موست وونتد، اللعبة الثانية ان باوند ساغا، هاي ذن سيارات ذن صفحتين سيارات. اللعبة هاي نينجا جايدن 3، الصفحة الثانية كاسلفينيا رود اوف شادو 2. اللعبة اللوك جين ادفنجر ستريك فايتر، هاي لعبة طيارة شبح. اللعبة اللوك اير كونفكت سكيورتي وورز، ليفل لوك ذا كينج اوف فايتر اكس بي، ليفل لوك فيجوال فايتر 5. ليفل لوك جيلتي جير اكس سجن، هاي لعبة انمي نزالات. وليفل لوك جي ستار فيزيت جايب كل شخصيات الانمي، سينسايا وان بيس دراغون بول ناروتو توريكو بلازي بوب يو يو هاكاشي هنتر اكس هنتر وبليتش زائد مادراك بوكس وما كم انمي لاحق بعد. انفيموس 2 فيس بلاد، اللعبه الثانيه هيل بوي ذا سكند سينس اوف ايفل. هذا القرص اصلي، اللعبه الوحيده الاصليه عندي لي نوري، هاي ب 5000 طبعا ذني شال 2000 صفحتين والصفحه واحده ب 1000 بس هاي ب 50 اصليه اصدقائي. خلينا نفتحها، حتى القرص اخو جديد يعني حتى الكتالوج مالته موجود تشوفوا. لعبة مع التحقيق، هاي اللعبة خلينا نشوف القرص شوية. نضيف كل شيء موجود، ما بي ولا شخطة يعني اخو الجديد الباع لي اياه قال لي هاي كل شيء ما بي صدق ما بي شيء ولا شخطة ولا هاي، فقال ابيعها ب 5000 هاي اصلية حتى يشتغل على اصلي بيتر الاصلي. اللعبة اللوغ مورتال كومبات في دي سي يونيفرس، هاي مستنسخه بس مو انا مستنسخه، هاي بتلافه من سوريا مستنسخيه، تشتغل على الملتي مان تشتغل على المهكر يعني بس تشتغل راسا بدون نسخ. هاي اللعبه الثانيه هم نفس الشيء تشتغل بدون نسخ بس مو انا مستنسخه بس هي نفس الشيء مربع باي وولف. لعبه اللوغ جاست كيس 2 ايضا هاي بتلافه، هي الفرص مالتها هاي تشتغل على المهكر طبعا بس ما تحتاج تنسخها، تقدر تنسخها بس ما تحتاج تنسخها. جي فورس ايضا نفس الشيء نفس الطريقه. جاد باي اوف عندي نسخه ثانيه مالها نفس الشيء، ما كنت داعي نفتحها بس خلينا نفتحها ما اعرف ايش. هاي العاب بلاي 3، اتمنى الفيديو عجبكم، لا تنسوا الاشتراك بقناه فاجر وصلكم جديد.